للاستاذ عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركه الاهلي لكره القدم، وعندنا تساؤلات كتيره جدا ومهمه ومداخله مهمه جدا. بنرحب بيك يا استاذ عمرو ومنور قناه الاهلي. اهلا بيك كابتن استاذ، اهلا بحضرتك بنورك، اهلا بيك. في البدايه طمنا على الموقف والامور وصلت لايه؟ في اجتماعات منعقده من لجنه اداره الازمه في النادي الاهلي، اجتماعات مستمره، اخر ما توصلتوا اليه ايه؟ يعني اخر ما توصلنا ليه ان احنا هنبدا نخاطب الاتحاد الافريقي على الامور اللي هي شايفين انها مستعجله عشان نضمن ان ان شاء الله المباراه تخرج بافضل صوره، وان يكون في فرص متساويه للفرقتين المتباريتين في المباراه، ان هم يأدوا المباراه في افضل ظروف وفي ظروف متساويه سواء لفريق الاهلي او فريق الوداد، خاصة ان الاتحاد الافريقي شايف ان الملعب ده يعتبر ملعب يعني ما بيديش افضلية للوداد، فاحنا ماشيين على نفس هذا النسق، واعتقد ان الامر يعني عشان بس الناس ما تهولش الموضوع في الاعلام، احنا ما فيش عداوة بيننا وبين الاتحاد الافريقي، عكس احنا بنحترم جدا المؤسسات الرياضية، واعتقد ان الحرص مشترك سواء ما بيننا او بين الكاف على ان تطبق العداله في كره القدم، هو ده الهدف الرئيسي من الامور اللي بتحصل. ده ما يخرجناش عن هدفنا الرئيسي، لان ان شاء الله الفريق بتاعنا يكون في افضل صوره يوم المباراه ويؤدي المباراه بغض النظر عن ما يحدث خارج المباراه، واعتقد ان احنا عندنا فريق من الحنكه ومن الخبره ان هم يؤدوا المطلوب منهم على افضل وجه ان شاء الله. وهنا عنواننا في النادي الاهلي العداله، النادي الاهلي بيبحث عن العداله المفقوده اللي المفروض الاتحاد الافريقي يطبقها. كان من اهم البيانات برضو او من اهم القرارات في بدايه الثمان قرارات اللي اصدرت عن مجلس اداره النادي الاهلي وشركه الاهلي كره القدم، كل التحيه لاشقائنا في المغرب في الوداد، القضيه ليست مع اشقائنا في المغرب لكن هي قضيتنا مع الاتحاد الافريقي والبحث عن العداله. مظبوط، يعني زي ما قلت حضرتك هي القضيه دي قضيه في الاساس، لكن زي ما قلت هو مش عداوه ولا ده خلاف، الهدف منه الوصول لنتيجه المفترض ان الطرفين بيبحثوا عنها وهو العداله واللعب ضمن اطار اللعب النظيف. ده ما اعتقدش ان ده هدف النادي الاهلي فقط، اعتقد ان ده من المنطقي جدا هيكون هدف الاتحاد الافريقي لكره القدم في الظروف اللي احنا بنتكلم فيها دي. الحاجات القانونيه انا مش عايز اتطرق ليها، انا بتكلم عن الاطر العامه اللي هي المفروض تقام فيها المباراه، واعتقد ان دي مفيش خلاف عليها، بما ان احنا اعتبرنا هذا الملعب او تحديدا بما ان الاتحاد الافريقي اعتبر هذا الملعب ان هو ملعب نيوترال او ملعب يعني ما بيديليش افضليه لطرف على الاخر، فاحنا عايزين المباراه تقام في هذا الاطار، ده الاتجاه الرئيسي اللي احنا بنتكلم فيه. سواء من الحضور الجماهيري ان يكون الحضور متساوي بين الطرفين، سواء من المعامله اللي ان شاء الله احنا متاكدين منها لان الاخوه في المملكه المغربيه دايما مكانه وبيتعاملوا معانا على افضل ما يكون، وده المنتظر ان شاء الله كمان في المره الجايه باذن الله. سواء الظروف اللي هتقام فيها والمباراه واللي بتبقى مسؤوليه مشتركه بين الاتحاد المغربي او الاتحاد الافريقي لكره القدم بصفة الاتحاد المغربي هو المستضيف في المباراة. برضو يعني كنا بنتمنى ان يبقى فيه يعني نوع من الوضوح شوية بالنسبة للأطر التنظيمية للمباراة، وده اللي طلبناه في مراسلاتنا، ان نعرف فينا ايه وعلينا ايه في هذه المباراة، لان يعني مفيش بصراحة حاجة بتوضح الحاجات اللي موجودة كلها حاجات عامة جدا، لكن مفيش تفاصيل كافية ان احنا نقدر نعرف فيها زي المباراة هتقام في ظروف متساوية بين الطرفين يعني. يعني منذ أيام قليلة تم عقوبات على فريق الرجاء وفريق الوداد على الملعب اللي أقيمت عليه المباراة مركب محمد الخامس. تعليق النادي الأهلي على القرارات دي، وبرضو عايز أعرف أستاذ عمرو إن أمكن على الهواء الأسس اللي استندتوا إليها في تقديم الشكوى للمحكمة الرياضية. طبعا زي ما قلت حضرتك الاطار القانوني انا ما اقدرش اتكلم فيه، يعني الاطار القانوني احنا حريصين ان هو يتم نقاشه داخل المحكمه الرياضيه مش في وسائل الاعلام. برضو النقطه اللي حضرتك بتتطرق فيها اللي هي موضوع العقوبات اللي هي الوداد والرجاء دي ما تخصناش، دي تخص
الفريقين دول تحديدا، و ايه اللي هنلجأ له في المحكمه. ده موضوع يخص الفريق العمل القانوني اللي هو القائم على الموضوع ده، لكن احنا اللي يهمنا الجزء اللي يخص النادي الاهلي، الجزء اللي يخص النادي الاهلي زي ما حضرتك اشرت هو ان احنا تحدثنا عن ان المباراه وجود السلطه الاتحاد الافريقي لتحديد مكان المباراه ده شيء لا خلاف عليه، لكن التساؤل هو الاطار اللي بيتم فيه هذه السلطه، لانها في اعتقادنا ليست سلطه مطلقه، لازم انها تدي للطرفين، والطرفين هنا بقصد فيهم النادي الاهلي او اي طرف اخر، لان كان ممكن جدا زي السنه اللي فاتت تبقى المباراه بين الاهلي وفريق مش من المملكه المغربيه، فلازم نضمن ان نفس الظروف اللي تهيأت من قبل او الظروف اللي هي المفترض انها تتهيأ في مباراه بهذا الحجم. يعني انا لعبت مثلا المباراه اللي فاتت ما تعرضتش لمضايقات، ما تعرضتش لما يهدد الاداء اللاعبين على ارض الملعب، ما تعرضتش لتاثيرات ممكن يكون ليها تاثير على الاداء بتاعنا. حضرتك ادرى الناس طبعا بالكلام ده وعندك خبره كبيره في المشاركات على المستوى ده. والتقليعه الجديده كمان الليزر من المدرجات كمان فندم، التقليعه الجديده كمان المضايقات في الملعب، الليزر من خارج المدرجات كمان من المدرجات. احنا عايزين نضمن للاعبين ان المباراه تقام في ظروف تسمح لهم ان هم يأدوا افضل ما عندهم باي بدون اي تاثير خارجي، ما يبقاش في اي تاثير خارجي يؤثر على فرص لاعبي النادي الاهلي في المباراه. ده دي الحاجات اللي احنا عايزين نضمنها، الى جانب طبعا الظروف الخاصه مش بس باللاعبين، الجماهير اللي هتحضر المباراه عامه انها ايضا تكون نفس الاطر، أطر متساوية، تكون تقام في ظروف متساوية للطرفين، بحيث ان احنا نضمن فعلا ان الهدف اللي بيقوله الاتحاد الافريقي تحقق، ان المباراة بتقام على ارض يعني تضمن العدالة للنادي الاهلي فيها بالضبط. في الحضور الجماهير. طب في اطار العدالة اللي بيتحدث عنها النادي الاهلي، ملف التحكيم، وده شيء مهم جدا، سواء حكم الساحة او سواء حكام الفار، دور النادي الاهلي ومخاطباته ايضا مع الاتحاد الافريقي في هذا الشأن. يعني هو نفس القصه برضه، هو البيان اللي تفضلت اداره الاعلام مشكوره باصداره في الكاف نتيجه على الاجتماع، هي بتلخص القصه دي. احنا خاطبنا الكاف ان يتم الاحتكام الى وده منطقي، يعني كلها اعتقد كلها طلبات منطقيه، لكن احنا عايزين نضمن انها تكون يعني متفق عليها وانها واضحه، لان يعني ما يبقاش في فرصه للقيل والقال، لان احنا واثقين ان الهدف زي ما قلت تاني لازم يكون مشترك سواء من الجهه المنظمه او الفرق المتنافسه، فطالبين ان يكون الحكم اللي يتم اختياره يكون من المستوى الاول. الطبيعي ان الحكم ده ما تبقاش عنده يعني مشكلات واضحه او في تقارير تدينه او بحيث ان الحكم يكون قادر على انه يخرج بهذه المباراه الى بر الامان، وده مطلب منطقي، انت عايز حكم من المستوى الاول، واحنا عندنا ثقه ان ان شاء الله الهدف ده هيكون متفق عليه سواء بين الكاف او الاهلي، وبس عايزين نشوفه بقى على ارض الواقع ان شاء الله يوم المباراه، وخاصه انها مباراه هامه جدا. الحاجه الثانيه ان احنا عايزين حكام الافضل الفار يكونوا على افضل ما يكونوا ايا كانت جنسياتهم، لان الهدف الرئيسي ان دي مباراه مش بس هي نهائي دوري ابطال افريقيا، حد نذكر ان دي مباراه مؤهله لنهائي كاس العالم للانديه او لنهائيات كاس العالم للانديه، فهي مش بس بتقام في ودي المباراه دي تحديدا، مش جميع مباريات دوري الابطال، لان انت عارف حضرتك طبعا ان الفائز فقط بهذه المباراه هو اللي هيتاهل لكاس العالم للانديه. فالمباراه دي مباراه مهمه، الهدف منها مش بس الفوز بدوري ابطال افريقيا، ولكن ايضا ان انت تكون ممثل القاره الافريقيه في كاس العالم للانديه. واعتقد ان يمكن شفنا في تصفيات كاس العالم مثلا الاخيره زي ما شفنا مثلا في مباراه مصر والسنغال حكام على الفار من اوروبا، حكام الفار من اوروبا لان المباراه كانت مؤهله ايضا لكاس العالم اللي هتستضيفه دوله قطر الشقيقه ان شاء الله في نهايه هذا العام. هل من الممكن يا استاذ عمرو النهارده النادي الاهلي يتم توجيه دعوه لانفنتينو رئيس الاتحاد الدولي
لمشاهدة المباراة، وأيضا كمان متابعة الاتحاد الدولي، لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لمراقبة المباراة. برضو دي من المواضيع المهمة. النهاردة الاتحاد الدولي زي ما حضرتك بتقول إن كان متابع مباراة مصر والسنغال، وكان في طاقم أوروبي تابع الاتحاد الدولي. من الممكن دعوة إنفنتينو لكي يرى يعني المشاهد على الطبيعة، وكمان مراقبة لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للمباراة. كابتن اسامه، احنا نادي الاهلي عارف قيمته على المستوى الدولي وعلى المستوى القاري وعلى المستوى العالمي كويس جدا، لكن احنا مش هنعلم الناس شغلها ولا نقول للناس يعملوا ايه او ما يعملوش ايه. قصه دعوه لرئيس الاتحاد الدولي دي مش من المهام الخاصه بالنادي الاهلي، المباراه ليست مباراه النادي الاهلي. اللي عنده ده يختص بها الاتحاد الافريقي. هذا هو الاتحاد الافريقي حقيقة. ومن الطبيعي ان الاتحاد الافريقي بيدعو رئيس الاتحاد الدولي مثل هذه الاحداث، فشيء منطقي. لو ما دعوهوش ما نقدرش نلوم عليهم، ولا نقدر نقول لهم بعتوا ليه او ما دعتوش ليه. اللي حضرتك بتطالب بيه ده كله، ده بيخرج يعني بيخرج عن يعني ده شيء منطقي يعني. مش هو في السياق المنطقي ان الاتحاد الدولي بيراقب المباريات اللي بتؤهل بالبطولات بتاعته، بيراقب مستوى الحكام، لان ايا كان الحكم اللي هياخد المباراه بتاع نهائي افريقيا، اتخيل ان اقل المتوقع انه هيكون واحد من الحكام الافارقه المرشحين لنهائي كاس العالم فقط. يعني لو خرج بره الاطار ده هتبقى مفاجاه كبيره بصراحه بالنسبه لنا. لكن اللي اتوقعه ان الراجل ده هيبقى واحد من الحكام المرشحين لنهائي كاس العالم فقط، واداؤه في هذه المباراه هيكون له تاثير مباشر على وجوده في قطر من عدمه. وده شيء مهم جدا على حد علمي، على حد خبراتنا المتواضعه يعني. نتمنى ان الاتحاد الافريقي يعمل كده. اخيرا يا استاذ عمرو، احنا مش عايزين يعني نبالغ في طبعا المشاعر دي، وانا مقدرها جدا وحضرتك، وعارف طبعا سواء قناه النادي او حتى ما دون قناه النادي، الناس كلها حريصه ان النادي الاهلي ممثل لمصر، مش النادي الاهلي ممثل للنادي الاهلي. النادي الاهلي في هذه الحاله هو ممثل لمصر، ممثل للوطن في مهمه وطنيه في هذه المباراه، والدوله كلها والقطاعات كلها لازم تكون خلف النادي الاهلي في المهمه دي، ودي حاجه بنقدرها. فحريصين طبعا على الموضوع ده، لكن برضو لازم نكون احنا بنتحرك في الاطار المسموح بينا وفي الاطار اللي يتناسب مع دورنا في هذه المباراه ان شاء الله. اخيرا، ازمه الاجنده الدوليه يوم 30/5 وبرضو نهايه 30/5، الازمه دي كيف يتعامل مع النادي الاهلي لاعبين مهمين زي علي معلول، زي بيرسيتاو، زي ديانج، زي ميكيسوني، كل هؤلاء اللاعبين كيف ستحل الازمه؟ خاصه كان في ازمه في شهر فبراير برضو، الاتحاد الدولي مع الاتحاد الافريقي، ولعب النادي الاهلي بدون لاعبي الدوليين. كيف ستقدم النادي الاهلي او الاجراءات اللي عملها النادي الاهلي علشان حل الازمه المهمه دي؟ بص، زي ما قلت لحضرتك، هي حتى الان هي ما هياش ازمه يعني، ما اقدرش اقول عليها انها ازمه. هو الوضع اللي حصل ان الاتحاد الافريقي قرر تاجيل المباراه لتقام يوم 30 زي ما حضرتك عارف، الناس كلهم عارفين، طبقا للبيان اللي اصدره على موقعه، ان المباراه تحدد لها يوم 30. وده تغيير لميعاد المباراه اللي كان مقترح له 28، لان لوائح الكاف بتقول ان المباراه بتقام في ايام محدده. هو خرج عن هذا الاطار وحدد ميعاد جديد يوم 30 ليقام فيه المباراه. احنا يعني مش عايزين نتعرض لهذا الجزء، احنا بس كل اللي عايزين نتاكد منه ان التاريخ الجديد ده ملوش تاثير مباشر علينا. فالتاثير اللي حضرتك بتشير ليه ان يوم 30، ال 30 ده مشكلتنا معاه او الاشتباك اللي عندنا، ان 30 ده هو بدايه الانترناشونال بريك او الاجنده الدوليه بتاعت الاتحاد الدولي لكره القدم. ده تعارض مفترض طبعا ان كان الكاف ما يعني ما يقعش فيه، لانه هو الاجنده دي لازم يحترمها، لانها دي اجنده الاتحاد الدولي لكره القدم اللي حطها بالاتفاق مع الاتحادات القاريه. فاحنا الاول قبل ما نقول للكاف ان في مشكله، احنا هنخاطب الاتحادات الوطنيه الخاصه باللاعبين، وان شاء الله احنا بنعتمد على علاقاتنا الطيبه المباشره معاهم بغض النظر عن هذا يعني القرار. هنخاطب الاتحادات بصفه وطنيه ونبلغهم ان احنا لاعبين مش هيلتحقوا بيهم يوم 30 نظرا للوضع او نظرا لقرار الكاف بتاجيل المباراه. لو حصل مشكله او احد الاتحادات رفضوا، ساعتها ده هيبقى حقهم، لكن احنا بنعتمد على علاقاتنا الطيبه معاهم زي ما قلت لحضرتك تاني. يبقى ساعتها هنبدا نتكلم ان عندنا مشكله، وهنبدا نقوم بتصعيد المشكله دي عشان نضمن حقنا ازاي ان احنا اللاعبين يكون في فرصه ان هم يتواجدوا معانا، وخاصه ان دي
مباراه نهائيه زي ما قلت لتحدد المتاهل الى بطوله كاس العالم ان شاء الله. واحنا كلنا ثقه كابتن عمرو في مجلس اداره النادي الاهلي وفي اداره شركه الاهلي لكره القدم وكمان في اداره لجنه الازمه وايضا في اللاعبين والجهاز الفني، ايا كان ملعب المباراه النادي الاهلي قادر ان شاء الله انه يحصد البطوله 11 البطوله الافريقيه. كل الشكر استاذ عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركه الاهلي لكره القدم.